استاذ طارق اللي بنشوفه واللجنه العليا بفروعها، اللجان المختلفه اللي بتادي نشاطاتها مختلفه، وكل ده تحت شعار عائله الاهلي. تكلمنا برضو سريعا عن اللجنه العليا ودورها اكتر ايه، وزي ما بقول لك الواحد لما بيشوف الكلام ده بيحس بالفخر انه حقيقي موجود ضمن عائله النادي الاهلي. ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا مركزين عليها من اول ما جينا المجلس. في اللجنه العليا كان عمل شغل محترم قوي فيها الاستاذ محمد يوسف، وتولاها من بعده الاستاذ وليد مبروك. وليد مبروك متولي ده مولود في النادي، يعني انت عارف يعني من زمان والده الراجل العظيم العميد مبروك متولي. تم استحداث مجموعه من اللجان على الاصل هي اللجنه العليا، في بقى لجان الشباب والاحتياجات الخاصه والطفل والمراه، في مجموعه لجان كتير. اللجان دي لجان خدميه دورها بيساعد الاداره التنفيذيه ومجلس الاداره في حاجات كتيره قوي جوه النادي. في نفس الوقت في دور محوري ليها انك بتتعد كوادر تنفع النادي في المستقبل. يعني بيطلع منها كوادر اللي هو بتخليه بيتعود ازاي على العمل التطوعي. في كوادر غير طبيعيه من ابناء النادي شغاله في اللجان دي. يعني يدهشك ان في فتره الكورونا كانوا شغالين بطريقه اونلاين من جوه، يمكن عملوا اكثر من 20 فعاليه وندوات ومسابقات اللي هو بالشعار اللي انتوا لسه كان في التقرير دلوقتي يعني في طولهم الازمه. اللجان عامله شغل كويس جدا، شغل محترم جوه النادي. انشطه ترفيهيه بيعملوها زي ما بقول لحضرتك، برضو وقت الكورونا طلع منهم نشاط جميل. في انا بدو حتى الاهلاويه يتابعوهم من خلال في سايت الاهلي كوميونيتي بالظبط كده. فعليه متابعه، ده برضو بيعمل على فكره توسيع عمليه التواصل. بالظبط توسيع عمليه التواصل. وهم عاملين شغل جوه النادي هايل جدا. احنا بنحييهم يعني، احنا بنحييهم حاجه شباب جميل ومحترم وشباب وشابات طبعا يعني، او شابات وشباب كلهم عندهم نشاط وكلهم عندهم روح الفانيلا. عايزين يخدموا النادي يعني من غير اي مقابل. بالظبط احنا بنحييهم من هنا في البيت الكبير. طبعا. وبنحييك حضرتك كمان استاذ طارق، لانه حقيقي حديثك لا يمل. احنا استمتعنا بيه لانه كان بيشمل محاور كتيره جدا، يمكن يعني غطينا معظمها الى حد ما. بنشكرك جدا وشرفتنا في البيت الكبير. توعدنا بلقاء تاني بقى عشان باقي الملفات يعني بين المأمول والمنتظر ان شاء الله. كان ليا الشرف والحضور معاكم. شكرا. وبشكركم وبشكر القائمين على الطريق. لا احنا اللي بنشكرك. وجماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج علينا او الاعضاء اللي سهرناه. لا طبعا بنشكرك، نورت بيتك يعني، ده تشرفنا في اي وقت. ده البيت الكبير اللي بيضم اي عائله او اي فرد من عائلات النادي الاهلي، واكيد حضرتك واحد منهم. بنشكرك شكرا جزيلا. بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على كل ما قدمه، وإن شاء الله منتظرين كمان الأجمل والأفضل بإذن الله الفترة اللي جاية.